أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة
وما إذا لمن الظالمين صدق الله.